السؤال الخامس في الاناتومي عايز يعرف ال differentiation of somite، هو يعني ايه somite وايه هو ال differentiation بتاعها. اول حاجة عايزين نعرف يعني ايه somite. ده الامبريو اهو، واخدين حتة منه هي مكبرينها، تمام؟ شايف في انبوبة في النص كده وعلى الجنبين بتوعها في كور. الانبوبة اللي في النص دي اسمها نيورال تيوب، يعني الانبوبة العصبية. ليه بيسموها نيورال تيوب؟ لان الانبوبة دي هي اللي هتكون لي المخ والحبل الشوكي، البرين والسباينال كورد، فسموها نيورال تيوب. طب دي الانبوبة. على الجنبين بقى في كور زرقاء، هي دي بقى السومايت. طب برضو يعني نيورال تيوب احنا عرفناها لما عرفنا ان هي اللي هتكون البرين والسبينال كورد. السومايتس دي بقى اللي هي هتبقى ايه في جسم الانسان؟ السومايتس هيحصل لها ديفرنشيشن لكذا جزء، وكل جزء منهم ويعني في جزء هيبقى درمس بتاع السكن، مش السكن، الجلد، في درمس وابيدرمس. جزء من الحاجات السومايتس هتعمل لهم ديفرنشيشن، يعني هتتقسم لاجزاء والاجزاء هتقعد تتطور. جزء منهم بقى هيكون الديرمس بتاع السكن، والجزء التاني هو الديرمس تحتيه ايه؟ اسمنا الجلد تحتيه ايه؟ تحتيه عضلات. اذا الجزء اللي تحتيه هيبقى السكيليتال ماسلز. طب وتحت العضلات ايه؟ عظم. اذا الجزء اللي بعديه برضو هيبقى عظم، بس مش اي عظم، عظم بتاع الفيرتبرال كولم. هناخد الحاجات دي، تمام؟ يبقى انا اول حاجه محتاجه اعرفها ايه هي، يعني ايه سومايت. السومايت هي الكور الزرقاء دي، والكور الزرقاء دي هتقعد تتطور ويحصل فيها حاجات لحد ما تكون لي الديرمس والسكيليتال ماسلز و يعني عظم معين، مش اي عظم، العظم بتاع الفيرتبرال كولم، برضو مش اي حته في الفيرتبرال كولم. هناخدها. فاحنا كده ايه عرفنا ايه هي السومايت. ولو خدنا سيكشن اهو زي ما الصوره مبينه، الصوره دي حلوه قوي، هنبين اهو النيورال تيوب وتحتيها حاجه اسمها نوتوكورد هناخدها، وعلى الجنبين في سومايت، دي سومايتايا ودي سومايتا، تمام كده. السؤال بقى عايز يعرف ايه هو الديفرنشيشن اوف سومايت، يعني السومايت هتنقسم لايه وكل حاجه هتنقسم ليها هتتحول لايه في جسمك. واحدة واحدة كده، خلينا بس نشوف برضو صورة تانية. دي النيورال تيوب بس وهي مفتوحة من تحت ومفتوحة من فوق، وعلى الجنبين هم السومايت، تمام؟ السومايت دي بقى هتتقسم ازاي؟ بص كده، فين السومايت؟ اهي دي سومايتايا ودي سومايتايا. السومايت دي ايه اللي هيحصل فيها؟ هتتقسم بهذا الشكل، ودي كمان هتتقسم بهذا الشكل. هي اتقسمت بالطول ولا اتقسمت بالعرض ولا اتقسمت اوبليكلي، يعني اتقسمت بميل. بعد ما اتقسمت بميل بقت عبارة عن كتلة قدام، ما هي ده قدام على فكرة، ده فنترال اسبكت وده الدورسال اسبكت، يعني من ورا، تمام؟ ده الدورسال اسبكت من ورا وده الفنترال اسبكت. يبقى كده السومايت اتقسمت لحتة قدام وقريبة من الميد لاين، وحتة تانية ورا وبعيدة عن الميد لاين. نشوف الكتاب بقى بيقول الكلام ده ازاي. differentiation of somite، each somite اهي somite is divided obliquely، اهي بميل، obliquely يعني بميل، into سكليروتوم وديرمومايتوم. ايه بقى السكليروتوم؟ السكليروتوم ده الحته اللي من قدام وقريبه من ميد لاين، يعني الفنترو ميديال بارت اوف ذا سومايت. طيب والحته اللي من ورا البعيده عن الميد لاين تبقى دورسو لاترال بارت اوف ذا سومايت. بس يبقى انا عندي سومايتاي اتقسمت لي سكليروتوم وديرمومايتوم. هناخد السكليروتوم والديرمومايتوم كمان دقيقة، تمام كده؟ طيب يبقى أنا كده عندي حتة كده من قدام فنترو ميديال بارت اسمه
سكليروتوم، ودورسو لاترال بارت اسمه ديرمومايوتوم، ده الديفرنشيشن اوف سومايت. هل السؤال هينتهي على هذا الحال؟ لا، هنمسك الديرمومايوتوم نشرحه، الديرمومايوتوم ده ونشرحه، والسكليروتوم ونشرحه. بس هنمسك اولا الديرمومايوتوم لانه الاسهل. ليه الاسهل؟ لان اسمه قايل على كل المعلومات اللي فيه. اسمه ايه؟ اسمه ديرمومايوتوم. اذا هينقسم لجزئين برضو، يعني الجزء اللي ورا ده اللي ورا الدورسو لاترال بارت اوف ذا سومايت هيتقسم لجزئين، لان اسمه ديرمومايوتوم، جزء اسمه ديرموتوم وجزء تاني اسمه مايوتوم. يبقى الاسم نفسه، اللفظ نفسه اتقسم، الديرمومايوتوم اتقسم لديرموتوم ومايوتوم. طب وايه هو الديرموتوم ده؟ الديرموتوم من اسمه هيكون لي الديرمس اوف ذا سكين. طب والمايوتوم؟ المايوتوم ده كان ايه؟ مايو كانت معناها عضلات، اذا مايوتوم هيكون لي عضلات الجسم بس. تمام كده؟ يبقى انا عندي سومايت اهي اتقسمت لجزء من قدام وقريب من الميد لاين اسمه سكليروتوم، لسه ما شرحناهوش، وجزء دورسو لاترال يعني ورا وبعيد عن الميد لاين اسمه ديرمومايوتوم. الديرمومايوتوم اتقسم لديرموتوم ومايوتوم. طب الديرموتوم ده اللي هيبقى ايه؟ هيبقى الديرمس اوف ذا سكين. الجلد كان بيبقى عباره عن طبقه خارجيه اسمها ابيديرمس وطبقه داخليه اسمها ديرمس، فالديرموتوم هو اللي هيكون الديرمس اوف ذا سكين. والمايوتوم من اسمه، كلمه مايو معناها عضلات، مايوتوم هيكون لي عضلات الجسم. تمام كده؟ نخش بقى في مين، ولا نشوف صوره تاكيديه على الكلام ده؟ خلينا نقول من تاني، كان في سومايت دي كلها كانت عباره عن سومايت صغيره، تمام، اتقسمت لحته زرقاء كده اسمها سكليروتوم، وحته كده عباره عن حتتين اسمها ديرمومايوتوم. تمام كده؟ ادي الحته اللي من بره خالص دي ديرماتوم، جوه شويه مايوتوم، والحته الزرقاء دي سكليروتوم. تمام كده؟ شوفها تاني اهي، دي كانت سومايت اتقسمت لايه؟ لحته صفراء كده اسمها ايه؟ سكليروتوم، وحته اسمها ايه؟ ديرمومايوتوم. اهي ديرموتوم اهو ومايوتوم اهو. تمام كده؟ عايزين بقى نعرف مين السكليروتوم. احنا قلنا السومايت هيتقسم كده هذا الاتجاه، حته قدام وحته ورا. الحته اللي ورا كان اسمها ديرمومايوتوم، والحته اللي قدام اسمها سكليروتوم. ايه بقى السكليروتوم ده؟ السكليروتوم، بص كده عايزك تتابع البوينتر كده، الحته دي كلها كانت سومايتايه، كانت كوره صغيره، تمام، حصل لها ديفرنشيشن لسكليروتوم باللون الازرق، والحتتين دول على بعض كان اسمهم ديرمومايوتوم. الحته اللي بره دي عملت الديرماتوم، والحتة اللي من جوه دي المايوتوم. تمام؟ احنا عايزين نشرح دلوقتي ايه السكليروتوم. السكليروتوم اللي باللون الازرق، الكتاب بقى عايزنا نعرف عنها ايه؟ بص كده اللي باللون الازرق وتابعه في نفس الصورة دي، اللي باللون الازرق عمل ايه؟ راح حوض مين الكورة دي؟ الكرة دي اللي هي كانت ايه؟ النيورال تيوب. الكرة دي نيورال تيوب. اذا السكليروتوم مايجريت واما حاوط النيورال تيوب، وكمان معاها النقطة السودة دي اللي اسمها النوتوكورد، هنعرفها كمان شوية. فدلوقتي ايه؟ السكليروتوم الجزء الازرق راح اما حاوط النيورال تيوب والنوتوكورد. عارف الحتة دي شبه ايه؟ يعني لا هوريك صورة دلوقتي هبين لك انا قصدي ايه. فين الصورة؟ اهي الصورة. حسيت ان في شبه، حسيت ان في شبه بين، شايف الحتة الزرقاء دي بالانبوبة
الحتة الزرقاء محوطاها وبين البتاعة دي في شبه شوية شوية، لأن أصلا سكليروتوم اللي هي اللي باللون الأزرق ده، اللي باللون الأزرق راحت حوطة مين؟ حوطة النيورال تيوب اللي هتكون لي البرين والسباينال كورد. فأنا لما أبص على الفرتبرا في الإنسان اللي مش جنين، الإنسان اللي اتكون خلاص، هلاقي إن السباينال كورد بيبقى ماشي هنا وحواليه الفرتبرا. إذا سكليروتوم أصلا لفظ معناه هارد بارت، لأن هتكون لي إيه؟ هتكون لي، بص كده على الكلمة دي، نيورال آرتش، هتكون لي نيورال ارتش، وهتكون لي البادي اوف ذا فيرتبرا. تاني انا كنت بتكلم ان الحته دي كلها كانت سومايت، حصل لها ديفرنشيشن، اديتني سكليروتوم وديرمومايتوم. خلصنا الديرمومايتوم، جينا نتكلم عن السكليروتوم اللي بالحته الزرقاء، قلنا انها راحت ايه؟ مايجريت. بص في الصوره دي كده، مايجريت عشان تحوط النيورال تيوب دي، تحوط النيورال تيوب اللي هتبقى السباينال كورد والبرين، وكمان تحوط النوتو كورد اللي هناخده كمان شوية، تمام؟ لأن دي هي اللي هتبقى الفرتبرا، هتكون لي النيورال ارتش، هتكون لي النيورال ارتش. بص ايه ده، النيورال ارتش وده البادي، بادي اوف ذا فيرتبرا، وجواها من السباينال كورد. السباينال كورد كان النيورال تيوب، والارتش اوف ذا فيرتبرا مع البادي اوف ذا فيرتبرا كان ايه؟ كان السكليروتوم. زي ما اتفقنا سكليروتوم معناها الهارد بارت، لان هيكون لي عظم. الكتاب بقى قسمها ازاي؟ قالك ان السكليروتوم مايجريت، سكليروتوم اللي بالازرق ده مايجريت عشان تحاوط اولا النيورال تيوب. لما تحاوط النيورال تيوب اللي هتبقى السباينال كورد، هتكون لي النيورال النيورال ارتش، هتكون لي ايه؟ النيورال ارتش بتاع الفرتبرا. ولما تروح تحاوط النوتو كورد، هي خفته، خدت بالك؟ السكليروتوم راحت لما حاوطت النوتو كورد اللي هو النقطة السودا دي، خفته وكونت لي ايه؟ الفرتبرال بادي. بص كده، ده الفرتبرال بادي، وكمان الانترفرتبرال ديسك. ايه الانترفرتبرال ديسك؟ ده الانترفرتبرال ديسك، تمام؟ يبقى السباينال كورد هيبقى في الحته دي. لما تحوط السكليروتوم حوط السباينال كورد، عمل النيورال ارتش، حته بوني كده من الفيرتبرال كولم. ولما السكليروتوم حوط النوتو كورد، كون البادي اوف ذا فيرتبرا، البادي اوف ذا فيرتبرا اللي هي اسمك حته من الفيرتبرا، وكون لي الانترفيرتبرال ديسكس، الديسكس اللي ما بين الفيرتبري، تمام؟ ايه بقى النوتو كورد ده اصلا؟ النوتو كورد ده هيحصل له ديجنريشن، هيتكسر او مش هيبقى موجود، بس بقاياه بتفضل موجوده في جسم الانسان. كان حاجه اسمها نيوكليوس بولبوزس، كان بتبقى ايه؟ عارف لو جبنا الانترفيرتبرال ديسك ده، هي يمكن عدت علينا واحنا في مديون 105، ان الانترفيرتبرال ديسك ده كان عباره عن ايه؟ بص كده، الانترفيرتبرال ديسك كان عبارة عن اوتر فايبرس لير، معلش عارف ارسم كويس، كان من جواه كده حاجة عاملة زي الجيلي، هي دي اللي لما بيحصل فتق هنا كده بيقولوا ان الانسان ده جاله انزلاق غضروفي، تمام؟ الحتة دي النيوكليس بالبوزس دي، معلش هي اسمها كده، الحتة دي لما هي بواقي النوتوكورد، بواقي النوتوكورد، تمام كده؟ تعالوا بقى نقرا الكلام مع بعض في الكتاب. differentiation of somite، each somite، كل سوميتاية اهي هتعمل لها is divided obliquely، يعني بص كده obliquely، لا هي بالطول ولا هي بالعرض، obliquely ميلة، is divided obliquely into sclerotome و dermomyotome، تمام؟ السكليروتوم بقى، بص كده نعيد الحتة دي تاني، السكليروتوم هو الحتة اللي من قدام وقريب من الميد لاين، تمام؟
فينترو ميديال بارت اوف ذا سومايت، والدرمومايتوم هو البوستيرو او الدورسو لاترال بارت اوف ذا سومايت. تمام. بعد كده نخش على شرح السكليروتوم. قلنا ان هو الفينترو ميديال بارت اوف ذا سومايت بيعمل ايه؟ ادي السكليروتوم اللي باللون الازرق عمل ايه؟ سافر او هاجر مايجريت، ها لاترال ولا ميديال؟ مايجريت في الاتجاه ده ولا في الاتجاه ده؟ ميديالي، مايجريت ميديالي. ويعمل ايه؟ اول حاجه سراوند النوتوكورد. طب لما سراوند النوتوكورد عمل ايه؟ كون لي الفيرتبرال بادي والانترفيرتبرال ديسك اللي تحتيه وفوقيه، دايما في الصوره اهي، كون الفيرتبرال بوديز والانترفيرتبرال ديسكس. عمل كده، كون الفيرتبرال بوديز والانترفيرتبرال ديسكس لما حاوط النوتوكورد اللي بالنقطه السوداء دي. طب لما حاوط النيورال تيوب كون ايه؟ مايجريتس ميديالي اند سراوندز ذا نيورال تيوب، اهي دي النيورال تيوب، تو فورم ذا نيورال ارش اوف ذا فيرتبرا. الفيرتبرا اهي في حته منها اسمه نيورال ارش. تمام. لفظ سكليروتوم معناها ان الجزء الناشف، لان هيكون لي ايه؟ حته عظم. البادي اوف ذا فيرتبرا ده حته ناشفه عظم، والارش نيورال ارش اوف ذا فيرتبرا برضو حته ناشفه عظم. طيب كده خلصنا شرح مين؟ السكليروتوم. نخش على شرح الديرمو مايتوم. ها الديرمو مايتوم كان اني حته؟ كان الدورسو لاترال بارت اوف ذا سومايت، كلها سومايت وده الدورسو لاترال بارت بتاعها. تمام. من اللفظ نفسه ديرمو مايتوم هتقسم لديرماتوم هتكون لي الدرمس، ومايتوم هتكون لي المسلز. طب بص كده على المايتوم الاول، هيقولك it is divided، يعني هل يسهل علينا ويقولك المايتوم هتكون العضلات بتاعت الجسم ويخلص؟ لا، يصعبها علينا، يقولك ان المايتوم هتتقسم لدورسال بارت، والدورسال بارت ده هيكون لي سبحان الله السكيلتال ماسلز اوف ذا باك اوف ذا بادي. طب ما ده منطقي ان حته مايتوم دورسال بارت بتاعها هتكون لي ايه؟ ماسلز. المايتوم بتاع الباك اوف ذا بادي. تمام. طب وفنترال بارت، مايتوم هيتقسم لدورسال وفنترال بارت، الفنترال بارت هيكون لي العضلات بتاعت اللمس والانتيريور لاترال اسبيكت اوف ذا بادي زي البيكتوراليس ميجور وهكذا. بس كده، بس هو بيحب يرخم، يعني كان يا ريته كان قال مايتوم هتكون لي المسلز اوف ذا بادي وخلاص، لازم تقول حته ورا وكونت لي عضلات الظهر، وحته قدام كونت لي عضلات اللمس والانتيريور لاترال اسبيكت. طب درماتوم بقى هيكون لي ايه؟ من اللفظ هيكون لي الدرمس اوف ذا سكين. قايلين ان السكين الجلد عباره عن طبقتين، طبقه من جوه اسمها درمس، وطبقه من بره اسمها ايبيدرمس. الدرماتوم منطقي او من اللفظ نفسه اقدر استنتج انها تكون لي الدرمس اوف ذا سكين. طب لحظه، هو مش السكين كان عباره عن درمس وايبيدرمس؟ اه. امال الايبيدرمس ده مين اللي هيكونه؟ حاجه اسمها اكتوديرم. لو مش عايز تعرف ايه هو الاكتوديرم ما تكملش الفيديو، دي اخر حته في الفيديو. تمام. في مرحله ما الجنين بيبقى عباره عن ايه؟ زي القرص كده وقطعينه من هنا. تمام. بيبقى بيسموه ايه؟ تريلامينر امبريونيك ديسك، يعني لانه عباره عن ثلاث لايرز، ثلاث طبقات، طبقة من بره اسمها اكتوديرم، طبقة من جوه اسمها ميزوديرم، طبقة من تحت اسمها ايه؟ اندوديرم. هو طبعا هيحصل له فولدنج الكلام ده، فالاكتوديرم هيبقى هو الطبقة، يعني هيبقى هيعمل عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده. بص كده، البامبا دي هتبقى اكتوديرم يعني الطبقة الخارجية، وميزوديرم يعني الطبقة الداخلية، والخضرة هتبقى الاندوديرم يعني الطبقة الداخلية. تمام. الاكتوديرم عشان من بره هو اللي هيكون الابيديرمس. الاكتوديرم عشان من بره، اكتر حاجه بره في جسم الانسان، اكتر حاجه سوبرفيشال في جسم الانسان، فهو اللي هيكون الابيديرمس. عارف الميزوديرم دي الطبقه اللي باللون الاصفر؟ هيحصل لها ديفرنشيشن لكذا حاجه، من ضمنهم السومايت، من ضمنهم ايه؟ السومايت والنيورال تيوب والحبشتكنات اللي جوه جسم الانسان دي متكونة من الميزودير.
فلما الميزوديرم هيبقى جزء منها عبارة عن السومايت، والسومايت هتعمل ديفرنشيشن لإيه؟ السكليروتوم والديرمومايتوم. طب والديرموتوم؟ الديرمومايتوم هيبقى عبارة عن ديرماتوم ومايتوم. الديرماتوم بقى هيكون الديرمس وفوقيه الإبيديرمس اللي من الإكتوديرم أصلا، إن من الإكتوديرم، فدي آخر حتة where epidermis is formed from ectoderm. عارفة إن الحتة دي رخمة بس معلش، يعني أتمنى إنها يعني حاولت إن أنا أعمل فيها كل اللي أنا أقدر عليه بالصور وكل حاجة، أتمنى إنها تكون سهلة عليكم بإذن الله.